زنطلة البعثي منظمة عريقة باحتواء طاقات الأطفال وطاقات اليافعين، ومن أحد مهامها هو البحث عن المواهب الفنية والرياضية والثقافية. تعمل على صقل هذه المواهب وتدريبها وترسيخها وإطلاقها بالتالي للتعبير عن إرثنا الحضاري وعن تاريخنا وعن حضارتنا بشكل عام. هي مناسبة لإرسال مجموعة من الرسائل، أولاها أن سوريا بخير، وأن أطفالنا عادوا للإحساس والشعور بالأمن والأمان والطمأنينة، وبالتالي لإظهار وإبراز مواهبهم وإمكاناتهم وقدراتهم في كافة المجالات، وهذا المجال أحدها. الرسالة الثانية، طبعا الموسيقى هي لغة عالمية، ربما يعني لمن يفهم هذه اللغة، نحن نحاول أن نرسل رسالة من خلال أطفالنا أن سوريا بخير، أن سوريا ستعيد الإعمار بهمة أبنائها صغارا وكبارا. حوالي عامين نحن عم نشتغل على الأطفال بأنه تجميعهم، إثبات وجوده من خلال مسابقات الرواد. طبعا هذا لازم يتكلل بشيء هن يفتخروا فيه. الموسيقى اليوم لها دور كبير في حياتنا ورقينا، وخاصة نحن من أوجدنا أول نوطة موسيقية في العالم اللي هي سوريا. من خلال هذه الرسالة، من خلال رسالة أطفالنا، حابين نقدم شيء للعالم ونقول لهم هي أطفالنا رغم كل الظروف اللي عم تعيش فيها سوريا. اليوم نحن أطفالنا عم يعزفوا لكم ألحان الخلود اللي انطلقت من سوريا، اللي هي صاحبة أول أبجدية في العالم وأول حضارة في العالم،